السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نقدر نعمل رندر للصور زي ما شفنا في الميدجورني من خلال جراس اي اي. هقول له خد المبنى دوت واعمل له رندر. تبدأ تختار الستايل الويتس النمبر اوف رندرينج، تمام، وهديله البرومت بتاعي. ممكن تقول له بقى ده انتريور ده مش انتريور، تقول له رندر فيطلع لك رندر بالشكل دوت. طبعا نقدر نكتب كلام كتير جدا، مثلا عايزين حديقة، عايزين دولة معينة، عايزين نشوفها كمصر القديمة، كل كأن خدت الصورة ورحت رافعها على ميد جورني وبدأت تشتغل عليها. بقى الميد جورني أو الذكاء الاصطناعي موجود جوه برامج البيم، وده اللي هينتشر الفترة اللي جاية. طيب خليني أقول له إن أنا عايز جاردن ونشوف الصورة هتطلع ازاي. في ثواني عمل الحاجة بشكل دوت. فتقدر إن أنت تقعد تخمن وتقدر ان انت تعدل بسهوله. ممكن تقول له مثلا ريال فيو مثلا ونغير ديت، تمام، براحتك بقى اللي انت عايزه، عايز زي ما انت عايز. خلينا نجرب كده، طلع معانا حاجه بالشكل دوت، تمام. كل الصور دي بعد كده تقدر ان انت تحتفظ بيها وتسيفها عندك بالشكل دوت.